بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد بلقياكم وكالعادة كل مرة نلتقي مع مقطع جديد يخص التغذية الصحية الطبيعية وما كان عليه الآباء والأجداد قديما، حيث كانوا ينعمون بصحة وعافية. في هذا المقطع غادي نتكلموا على تارهودة أو البكبوكة. عند الكثير من الأسماء نذكر الفوائد ديالها. هذه البكبوكة أو تارهودة كما كتشوفوا التمرة ديالها تشبه البطاطا، مثل البطاطا. فيها نوعين، فيها تارغودة الحلوة والمرة. اللي كيهمنا هو الحلوة لعلاج مشاكل الغدة الدرقية. نفرق بين الحلوة والمرة بهذه القشرة اللي عندهم. بالنسبة لهذه الحلوة عندها قشرة صفراء، أما البكبوكة ديك المرة عندها قشرة سوداء. التي تصلح للأكل هي هذه، كنشروها من المحل التجاري المختص أو من عند العطار أو العشاب. المهم هو نتحراو الجودة، نتحراو الجودة، نقيوها كما كتشوفو. نقيها مثلا بالسكين، نزول هاد مثل هاد الأسود مثلا بالسكين، ونقيها ونحمصها، ويعني تجفف وتطحن وتستعمل. كما قلنا تنقى وتحمص وتطحن، ثم تخلط مع عسل النحل، مع عسل النحل الطبيعي، ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة مساء على الأقل 40 يوما، ثم تكون نتائج إيجابية إن شاء الله. أيضا تستعمل لزيادة الوزن وفتح الشهية ملعقة ديال هاد المطحون ديال التارهودة في كأس ماء، يترك واحد نصف ساعة يعني حتى يطلع مزيان، ويشرب مرتين قبل الفطور وقبل العشاء بنصف ساعة. طبعا مع تجنب المقليات والمصبرات والمعلبات والوجبات السريعة، الإنسان يتفادى التدخين ويتفادى الكحول، يعني يكون واحد الأكل طبيعي، ويبتعد حتى على استنشاق ديك المواد الكيماوية بحال مثلا داك السوائل ديال التنظيف، وسائل اللي كيتسمى جافيل، وداك المساحيق ديال الغسيل وما شابه. وايضا راه كتعالج فقر الدم، وقاتله للديدان، وطارده للغازات من الجسم. اذا فيها نوعين، فيها البكبوكه الحلوه هي هذه، وفيها المراق للدهن فقط. واحد هذه كان واحد الوقت كان الجفاف في القديم، كانوا الاباء والاجداد ديالنا كيستعملوها كخبز، كيطحنوها ويستعملوها كخبز وياكلوها، وكانوا اصحاء واقوياء. بالنسبه للمراه الحامل، الناس اللي تجنبوا هاد البكبوكة، المرأة الحامل حتى لا يؤثر ذلك على الجنين، دائما المرأة الحامل المرضع، وأيضا الأطفال أقل من 8 سنوات يبتعدوا على هاد البكبوكة لأنها شوية قوية عليهم، مجهدة عليهم. المرأة المرضع أيضا راه كترضع في واحد الطفل صغير، ربما تمر شي حاجة مع ذاك الحليب. أيضا الناس اللي عندهم حساسية، الناس اللي كيعانوا من أمراض، لابد من استشارة الطبيب. وأيضا الناس اللي عندهم الضغط منخفض، الناس اللي عندهم الضغط المنخفض يتساعدوا على هاد المكبوكة. مرة أخرى تحروا الجودة، شو شحال نقية وزوينة كيما كتبان، بحال هاد مثلا هاد الغشاء صغير، هاد الكحولية نزولها بالسكين. وكاين اللي كيغسلها بسرعة ويحمصها وكذا. المهم هو نتحروا الجودة. إذا هذه التارغودة راه موجودة بكثرة، موجودة في المغرب، موجودة في الجزائر، موجودة في تونس، يعني موجودة في شمال إفريقيا. فوائد كثيرة جدا. هذه البكبوكة الحلوة، ما يعني احنا عطيناكم الفرق بينها وبين المرة. هنا عندنا الخروب، الخروب مع الأسف الشديد هذا هو الخروب، لواحد الشجرة موجودة بكثرة في المغرب، والثمار ديالها كانت رجعنا واحد 10 سنوات كان الثمن ديالو رخيص جدا، الان ارتفاع مهول جدا مع الاسف. ملي كنتكلموا على شي حاجه الفوائد ديال الثمن يصعد واحد صعود صاروخي. فمن فوائد هاد الخروب، على الاقل الانسان ياكلو في هاد الفتره اللي هو اللي كيظهر فيها، يعالج الاسهال، ومزيان الناس اللي جيد للناس اللي كيعانيوا مرض السكري وحرقه المعده، اللي عندهم حرقه المعده، الحرقه ديال المعده مستمره، والناس اللي كيعانيوا من السمنه راه مزيانه ليهم هاد الخروب. اما هذا البكبوكه راه مفيده للسمنه، الناس اللي كيبغوا السمنه، خصوصا هذيك المره اللي كيديروا كيدهنوا بها المناطق اللي كيرغبوا تزاد في تزاد السمنه ديالها. ايضا هذا الخروب
يعمل او يعالج الناس اللي عندهم ارتفاع كوليسترول في الدم، وبديل ديال الشوكولاته. فعوض عن اكل الشوكولاته مثلا، ناكل هذا الخروب، نزول هذيك البودور اللي في الداخل ديالو، ونتلذذ بالمذاق ديالو الرائع. الان راه كيدخل في هذا الشيء ديال التغذيه وهذا الشيء ديال الصناعه، يعني كيخلطوه في المنتجات الغذائيه، كيدخل حتى في ديك اللي كتقول لها العلف تاع الدجاج وما شابه. فوائد كثيره جدا في هذا الخروب، حتى انه كيخلطوه مع عسل النحل وكيعالجوا به ديك الجرثومه الحاله الزمنيه. لكن كيبقى ديما واحد الشرط هو الابتعاد عن المقليات. المقليات هي اللي هلكات الناس وسلطت عليهم هذيك الجذور الحره اللي كتسبب السرطانات وكتسبب الشيخوخه ديال الانسان. كيبان كبير في العمر ديالو وباقي صغير. اذا الانسان يبتعد على السهر، ينعس بكري ويفيق بكري وياكل اكل طبيعي، ويبتعد على التدخين وما يجلس حتى الناس اللي كيدخنوا ما يجلس معاهم. الا جلستي مع موالين التدخين راه كتسمى حتى مدخن سلبي. ملي كتدخل مثلا واحد المقهى فيه الشيشه وفيه التدخين راك حتى كتدخن بطريقه غير مباشره. اذا هذه هي البكبوكه، راها مفيده للناس اللي عندهم الغده سواء نشيطه او خامله، يستعملوا هاد البكبوكه راه غادي يحسوا بواحد النتائج اللي هي ايجابيه. وهذا راه موجود هاد الايامات، بغيت نذكركم به مره كنذكركم به، اللي هو النبق، هاد الحبيبات ديال شجره السدر اللي عندها الاوراق صغيره ومفيده. ديك الاوراق تكلمنا عليها في مقاطع سابقه، شجره شوكيه. الاكل ديالها او من فوائد هاد النبق تقليل اعراض الشيخوخه ومعالجه جفاف العينين والام واحمرار العينين اللي عنده مشاكل ديال العينين. ياكل هذا النبق راه مفيد جدا، وكيقضي على هاد الجذور الحره اللي ذكرناها. والجذور الحره ايضا من اسبابها هو اننا ما بقيناش كناكل الاكل الطبيعي اللي غني بمضادات الاكسده. وهاد النبق في تكلمنا عليه، ولكن ماشي مشكل نذكروا بانه مضاد ممتاز للحمى. كانوا الاجداد ديالنا كياكلوه في ذاك وقت الحراره، دابا كياكلوه ما كيعانوش من ضربه الشمس. ولكن لابد من اخذ الاحتياطات اللازمه بما فيها شرب الماء واستعمال القبعه. وكونوا هاد البقرة تحسوا بان ذاك الاكتئاب يزول تدريجيا، وقلنا كيقضي على الجذور الحره ممتاز للحمى، هذا جيد. ايضا يقوي الشعر، شي الشعر ديال الناس القدام كان عندهم واحد الشعر يعني قوي ولامع واللون ديالو صافي. ايضا هاد البقرة يقتل الديدان، المعوية كيقضي عليها، وكيطرد الغازات من تجويف البطن من الجسم، وكينقي الدم من الفضلات، وهذا جيد، ينقي الدم من الفضلات والسموم، وكيعالج حرقة المعدة، ويطفئ العطش، ويحافظ على صحة الجلد والبشرة. فمرة أخرى نغتنم الفرصة ونشريو هاد النبق الآن. النبق باقي الثمن ديالو طايح، يعني نازل 20 درهم للكيلوغرام الواحد، يعني تقريبا 2 أورو، يعني جيد. وليس كالخروب، الخروب الآن 60 درهم، يعني 6 أورو تقريبا، ارتفع الثمن ديالو بسبب حتى التصدير. كيتصدر البارون باقي صغير، كنعقل على أشجار في البراري، كانت أشجار هنا في البراري، هنا في ضوء واحد الدار البيضاء كانت أشجار في البراري وفيها الخروب. الآن تمدد العمراني وكثرة البنايات والكلام على هاد فوائد هاد الخروب وكذا كذا، فالإقبال عليه يعني العرض اقل من الطلب، واحد الطلب رهيب على هذا الشيء، خصوصا الناس اللي كيعالجوا جرثومه الحلزونيه. مزيان هاد الخروب، وكيستعملوا طحين الخروب، لان الخروب مع العسل كينقي هاد اللي كنقولوا حنا الامعاء، خصوصا المصران الغليظ. غير هو الانسان مره اخرى نبتعدوا على المقليات، بطاطس مقليه، فلفل مقلي، السمك مقلي، لحم مقلي، نقانيق مقليه، كاع اللي هو مقلي، نعطيو اتساع. مكسرات مقليه راه الان ولاو ياخذوا ذاك الكاوكاو اللي هو الفول السوداني وكيقليوه. هاد المقليات راه فيها مشاكل، نحاولوا نديروا الشواء، نديروا في الفرن نبخروه. راه الطاجين راه كثير من البدائل كاينه، ونبتعدوا على هاد المقليات اللي هي كارثه هي، وهاد المصبرات اللي مملوءه بهاد مواد حافظة ومواد كيميائية خطيرة على صحة الإنسان. بعد على المعلبات، بعد على الوجبات السريعة،
وما ناكلوش وحنا واقفين. والتدخين كتلقى الانسان على الصباح كيدخن في المقهى وكيشرب في القهوه، القهوه كتشرب في النصف الثاني من النهار وليس في الصباح، اللي ترفع لك هذاك هرمون الكورتيزون وتزيد لك المشاكل ديال هاد الاكتئاب وما شابه. فعلينا بالاكل الطبيعي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.